السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للقناة هيبة بريس، كنحييك من هذا المنبر هذا. معك أخ فارس مصطفى من قدماء المحاربين وقدماء العسكريين مدينة تازة. حيا الله الجميع اللي حضروا هنا. أنا اللي بغيت نقول هو واحد تفعيل واحد القانون ديال المعاش، هو اللي جينا على خباله لهنا، هو تفعيل القانون 1371 لتجميد هذا المعاش هذا. وفي الاخير كنطلبوا من المؤسسه ومن هذه الحكومه هذه باش تشوف هاد القدماء المحاربين والقدماء العسكريين في جميع وقفه احتجاجيه ديال القدماء المحاربين والقدماء العسكريين اللي هما 4 سنوات وحنا كنوقفوا في الشارع امام البرلمان ولم نجيب. وهاد الناس هادو هاد الفئه هذه اللي هي ضحات بالغالي والنفيس ديالها ومن اجل الوطن وحرات البلاد وما خلات ما دارت، والان هي باقيه مهمشه. فنتمنوا من الله تعالى وتبارك تكون شي اذن صاغيه اللي غتلبي المطالب ديال هذه الشريحه اللي هي صراحه هاد الشرفاء ديال البلاد اللي هما صاروا وضحاوا من اجل هذه البلاد هذه، من اجل لان الارامل وكل شيء ما شاء الله. كنشكروا منبر هيبا بريس اللي تتبع معنا وخرج معنا، هيبا بريس اللي تبع معنا الخروج هذه الشريحه ديال المتقاعدين العسكريين والارامل وارامل الشهداء لايصال المعاناه ديالهم وايصال صوتهم لسيدنا نصر الله بانهم كيطلبوا بحقهم بحقوقهم المشروعه. ويعني هاد الشريحه انا ما خرجت هاد الشريحه ما خرجت للنضال حتى يعني عانات وكتعاني في الصمت، والاوان باش يوصل صوتها. وكنتمنوا ان الصوت يوصل وترجع الحقوق المشروعه ورد الاعتبار، وما كيطلبوا شي مطالب مستحيله، وما كيطلبوا فقط برد الاعتبار وبالعيش الكريم وكرامتهم تصان. وعاش الملك، وتحيه نضاليه لجميع الاخوات والاخوان اللي حجوا من ربوع المملكه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.